cobra direta. Pacre, mora, já que você, Otelli. Otelli, Otelli. E o Otelli aqui no Chinewi. E o Monkaz. A Chinewi está da Kalla. Joga o Antu Saria. Pacre, o Carrica. Olha aqui no Chinewi. E a Tassada. O Yubke, a Emel. A Semele, que fica da باكر المدينة العاب دور صانع الألعاب بتمريرة بينية عن طواعية مررها بكري وكريكا مر بشكل ممتاز ولكن تدخل حارس المرمى كان في محل الشناوي يتدخل الهلال النادي السوداني العريق اللي تأسس في فبراير 1930 من أعرق الأندية والآخر في السودان المؤرخون يقولون اختيار اسم الهلال جاء في جلسة هذه محاولة مصرية والتعادل للزمالك الزمالك يعود في المباراة هدف التعادل عن طريق مهاجم الزمالك المهاجم اللي دفع به المدرب حسام حسن شفنا انطلاقة أنطرية انطلاقة كانت واعدة أمنح فريق الزمالك كرة العودة إذا النتيجة 1-1 الزمالك يعود للمباراة هذه الإعادة شوفوا الإعادة هدف يأتي عكس مجريات اللعب أمامنا الإعادة وأمامنا الكرة اللي أرسلها عبد الحميد مصطفى يضع الكرة في الشباك عبد الحميد مصطفى يستغل الهف الواضحة في دفاعات فريق الهلال هذه هي مشكلة مشكلة السودانيين فريق السوداني لعب كرة جميلة كان خطير وكان قريب الهلال النادي السوداني العريق اللي تأسس في فبراير 1930 من أعرق الأندية والآخر في السودان المؤرخون يقولون اختيار اسم الهلال جاء في جلسة الزمالك في هذا اللقاء باكر المدينة العاب دور صانع الألعاب بتمريرة بينية عن طواعية مررها بكري وكريكا مر بشكل ممتاز ولكن تدخل حارس المرمى كان في محل الشناوي يتدخل هذه محاولة مصرية الزمالك يعود في المباراة هدف التعادل عن طريق مهاجم الزمالك المهاجم اللي دفع به المدرب حسام حسن شفنا انطلاقة أنطرية انطلاقة كانت واعدة أمنح فريق الزمالك كرة العودة إذا النتيجة 1-1 الزمالك يعود للمباراة هذه الإعادة شوفوا مباراة انطلاق باكر مرة بشكل ممتاز والثاني 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 يا ولد لكن الشناوي يا منقذ الشناوي يتدخل شوف ال1 2 سريع باكر وكاريكا ولكن الشناوي يتصدى ويبقي على امام